today's unemployment figures show the economy is moving in the right direction the drop in unemployment is one more sign that the economy is strengthening. ronnie akalik and lee camp on mint press news discussing hezbollah. these long form interviews with you know journalists uh, activists uh, academics. Um, and various kinds of like intellectuals uh i recently was very proud i got to do a sit-down interview with the second in command of hezbollah um sheikh naim oh, yeah that's right i kind of i opened the year with that which was very i mean that was a big deal for me because hezbollah doesn't usually give access like that to western journalists or journalists in general so that was a pretty cool experience to give a and here is an excerpt from sheikh naim qasim. And interview. هذه الحكومة الاسرائيلية هي نتاج اختيار الشعب الاسرائيلي وهذا يعني أن التطرف يضرب في العمق في داخل المجتمع الإسرائيلي وفي نظرنا على كل حال لا يوجد فرق كبير بين هذه الحكومة وحكومة قبلها، لأنهم كلهم حكومات احتلال، وبالتالي هذا الشعب محتل، وهذه الحكومات محتلة، ولا يمكن تلطيف الاحتلال بأن نقول هذا متطرف وهذا محتل لبق. بالنهاية يجب أن ينتهي الاحتلال، وأن تسقط إسرائيل، وأن يستعيد الفلسطينيون حقوقهم هذا الذي حصل الان في الحكومه المتشدده في اسرائيل هو في الحقيقه برسم الغرب برسم من يؤيد وجود اسرائيل انكم زرعتم وحشا في هذه المنطقه هذا الوحش يزداد وحشيه يوما بعد يوم لا يراعي وهذا الوحش ياخذ مكان الرجال والنساء ويقتل الاطفال ويرتكب المجازر والاعمال الشنيعه وياخذ الارض الفلسطينيه ويزيد الاحتلال ماذا نقول عن كيان اسرائيلي منذ تاسس في سنه 1948 مباشره قرر قررت الامم المتحده ان تعطي هذا الكيان سبعة على تسعة من الأرض الفلسطينية يعني مساحة فلسطين 2700 كيلومتر مربع أعطوا الإسرائيليين 21 ألف كيلومتر مربع قبل أي شيء وبقي الفلسطينيين 6000 كيلومتر مربع يقدمون منه منها كل فترة قسم من الأراضي تحت عنوان مستوطنات ولا يريدون إعطاء الفلسطينيين جزء من حقهم أنا أعتبر أن المشكله ليست بوجود التطرف والاعتدال في داخل الكيان الاسرائيلي كل الكيان الاسرائيلي محتل متطرف كل الكيان الاسرائيلي خطا وخطيئه في المنطقه يجب ان نتعامل مع اسرائيل انها محتله so...